بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أمثال وألفاظ وأفعال تخالف العقيدة. في هذه الدقائق المعدودات نستأنف المسير في هذا الموضوع الخطير. من الكلمات التي تخالف العقيدة كلمات يقولها الناس لدفع الحسد، لدفع الشر. امرأة ولدها يلعب أمامها وإذ بالولد يسقط على الأرض، على طول تقول اسم النبي حرس صينه. ما رأيكم في هذه الكلمات؟ هذه الكلمات خاطئة. من الذي كان يحفظ النبي ويحرس النبي ويصون النبي؟ إنه الله. قال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الله لنبيه محمد في القرآن: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فالنبي مش بيحرص، النبي مات صلى الله عليه وسلم، مش هو الذي يحفظ. الذي يحفظ ويدفع الشر ويأتي بالخير هو الله. كان يكفيها أن تلتقط الولد وهي تقول بسم الله، مش اسم النبي حرسه وصينه. هذه الكلمات خاطئة. كذلك عموما أقوال يقولها الناس لدفع الحسد وأفعال يفعلها الناس لدفع الحسد. هذه امرأة تخاف من الحسد، ماذا تفعل؟ تلبس عقد فيه خرزة زرقاء، وحلق فيه خرزة زرقاء، وإسورة فيها خرزة زرقاء، وتظن بتغفيلها أن الخرز الأزرق يدفع الحسد. آخر تجد إنسان محترم جدا، دكتور أحيانا، أستاذ في الجامعة، مهندس، يركب السيارة ويعلق بجوار المرآة التي في السيارة فردة جزمة صغيرة، صندل صغير بتاع طفل في السيارة. نرى هذه المشاهد كثيرا. ما هذا يا هندسة؟ معلق فردة جزمة طفل صغير بجوار مرآة السيارة ليه؟ يقول لك عشان تخزي عين العدوين، عشان تدفع الحسد. فهذا يدفع الحسد بخرزة زرقاء، وهذا يدفع الحسد بحدوة حصان يعلقها على باب الدكان، وهذا يدفع الحسد بنبات شوكي يعلقه على باب الشقة من الخارج، وهذا يقول امسك الخشب، وهذا يقول خمسة وخميسة، وهذا يعلق حظاظة في يده. شاب كده ننوس حلوة تلقاه لابس حظاظة طوق من الجلد، أو إسورة من النحاس أو من الفضة أو من الحديد أو من النيكل. ما هذا؟ حظاظة. يعني حظاظة بقى دي بتجيب الحظ وبتدفع الشر. كل هذا من الشرك بالله تعالى. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. إذا رأيت إنسانا في نعمة فينبغي علي أن أقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الواحد منا إذا رأى في بيته، في أهله، في نفسه ما يسر، هو نفسه يقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا أبن ما شاء الله حفظ القرآن أو جاي من الصلاة فانبسط، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أولم ينصح المؤمن في سورة الكهف أخاه الجاحد عابد الدينار صاحب الجنتين بقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
كنت داخل بيتك جنتك بستانك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في النقطة الأولى موضوع الحسد، نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل واحد منا حتى يحصن نفسه من الحسد في كل يوم بعد صلاة الفجر يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات والمعوذتين 3 مرات، لن يضره في يومه شيء حتى يمسي. فإذا أمسى بعد المغرب يقرأ نفس السور 3 مرات، لن يضره شيء حتى يصبح. وإذا حسد واحد فينا بالفعل كيف ندفع عنه الحسد؟ نجد أعاجيب عند النساء. الولد يا أم إبراهيم اتحسد، تقول لها تقول لها بسيطة، اعملي له عروسة. هي عروسة هذا عندنا في الريف في مصر وفي المناطق الشعبية معروف. تقوم الأم تجيب ورقة وتأتي بالمقص وتقصها في هيئة عروس، وبعدين تجيب إبرة، وبعدين تبتدي تخرم في الورقة من عين أمك، من عين جدتك، من عين خالتك، من عين فلانة، من عين فلانة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أو ليس هذا عين الشرك؟ أن تعتقد أن الورقة هذه رمادها ينفع ويضر. سبحان الله العظيم، سبحان الله. لا، إذا حسد فينا واحد وعرفنا من هو الحاسد يتوضأ، ونأخذ الوضوء، غسل الإنسان من وضوئه، نأخذه ونصبه على المحسود فينشط إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.